السلام عليكم، معكم شادي العبادي، وبهذا الفيديو جاي احكي عن موضوع هل يجب احنا كميتل هيد او كناس بحب موسيقى الميتل، هل لازم نخلي الناس الثانيين يفهموا شو هو الميتل، وهل لازم نوضح لهم شو هو الميتل، ولا عادي مش مشكلة وخلينا نظل نسمع طز بالناس كله؟ الجواب ببساطة لازم نحكي لهم شو هو الميتل، ولازم عن جد نعرف الكل ان الميتل مجرد موسيقى عادية. ليش؟ أمانة قبل فترة كنت بحكي مع بعض الأصدقاء اللي هم الميتل هيد، كنا نتفاهم على هالموضوع، وصار نقاش بيني وبين أصحابي على هالموضوع، إنه هل لازم الناس أو المجتمع لازم إحنا كميتل هيد نفهمهم شو هو الميتل ولا لا؟ وكان جواب واحد من أصحابي إنه لا، ما على الفاضي، لأنه مش هيستوعبوا. واحد ثاني حكى يا سيدي مع الوقت هيستوعبوا. واحد ثالث قاعد يقول لا لازم. فالحكي هذا كله خلاني أحب ان نحكي وجهة نظري على يوتيوب، كوني انا بعض من الناس القلال اللي بيحكوا عن الموسيقى الميتل في منطقة الشرق الاوسخ، قصدي الشرق الاوسط. من وجهة نظري الشخصية لازم نحكي للناس انه الميتل مجرد اغاني، وبعضه لازم نعرف الناس على الميتل، ولازم بعضه نحاول نعمل زي حركة ترجمة من الاغاني الميتل، والحمد لله هي بلشت تصير الشغلة، ولازم بعضه نحاول نعرف الناس على هاي الموسيقى لاسباب كثير. اولا لما الناس يعرفوا شو هو معنى الميتل، انت كميتل هيد راح يصير عندك فرص كثيرة انه ينعمل اول شيء حفل ببلدك للمغني اللي بتحبه، مع اننا شخصيا ضد هالفكره، بحبش الحفلات، ولكن اذا كنت مثلا، اذا احنا مثلا ميتل هيد وحابين مثلا نشوف مثلا حفل، مثلا نحكي لمغني مثلا مشهور مثلا من فرق الميتل، مثلا نفترض ميتاليكا مثلا، ما نظر شيء مستحيل، نفترض مثلا ميتاليكا لا تيجي مثلا على بلد عربي، مش حتيجي. ليش؟ لانهم الناس اصلا ماخذين فكره انهم عبدة شياطين، اذا اجوا حيتبهدل. فاحنا لما نخلي المجتمع يفهم شو هو معنى الميتل وانها مجرد موسيقى، حصير عندك فرصة اكبر انك تخلي مثلا مغنيين الميتل اللي هم بنظر الناس هسه عبدة الشيطان يجوا عندك. هي اول فائدة. Metal music, I mean, putting Orphan at the side, metal music is a problem. You know, in the video clip of like Orpheus, we put the cover of the book, yeah. Satanists in Egypt. Yeah. And I mean, the community and the authorities in the Middle East, they still cannot understand metal music. It looks to them growling, looks to them like complete Satanism. I mean, why do you make your hair long? You put a Slayer t-shirt with a skull and you hear growlings. It sounds like Satanism to them. They cannot understand that these people are the most peaceful people on planet Earth. Yeah. ثانيا انك صارت، هاي يمكن ما تهمكم مش كثير، بس انا شخصيا بتهمني، لان مثلا بحب فرقة اوفنت لاند وبحب الشغلات بتاعتهم، مثلا الملابس مثلا الاشياء هاي. في ناس انا حتى صارت هاي معي الشغلة معي وانا بالمدرسة لما كنت بصف تاسع، كنت لبست بلوزة لفرقة من الفرق الميتل، تعرفوا عاد اشكال البلايز كيف. فاجالك ولد من الطلاب المدرسة بقول لي شو دينك انت، هل انت عميل؟ ف وبعد رحت على المدية وصارت شغلات عشان كان عليه هامز معين. فبدي احكي هون لما المجتمع يعرف شو هو معنى الميتل، ولما تلبس مثلا بلايز معينة مثلا لبعض الفرق، مثلا ارتش انمي، اوفنت لاند، هاي الفرق ميتاليكا، حيصير عندهم وعي بهاي الشغلات ومش حيهاجموك عليها، بل بالعكس ممكن تصير بلايز زي الفرق تنباع عندنا بشكل عادي. انا بحكي عن بلودن، عندي صعب اجيب هاي الشغلات، هي موجودة بس صعب، وغاذا لبستها يعني حتلاقي مشاكل. ولكن لو المجتمع فاهم ايش هو الميتل، ايش هالسهل الغالب غير هاي الشغلات كلها التنمر. للاسف احنا عندنا ظاهرة كثيرة صارت تصير، ممكن بعض ما لاحظها ولكن انا شخصيا لاحظتها، اللي هي التنمر على الناس اللي بيسمعوا ميتل او محبين موسيقى الميتل، عن طريق الكلام انه احنا بنعبد الشيطان، هاي اكيد كلكم شفتيها، عن طريق مثلا بعض الناس مثلا بتعرضوا مثلا الاذى الجسدي، عن جد انا بحكي، وغير الاذى النفسي، بس عشان بحبوا موسيقى معينة أو موسيقى الميتال، لأن نحن طبعا بطبيعتنا يعني شرق أوسطيين ومنحب يعني اللعبة كدفاشة. فلو الناس فاهمين مثلا أنه هاي مجرد موسيقى، مش حيصير هذا الإشي. وللأسف بعض المشاطيب على يوتيوب، أمثال قناة مكتبة الأصالة أنا بطيقهاش، استغلت غباوة هذول الناس، آسف بدناش نحكي غباوة، خلينا نحكي جهلهم بموضوع الميتال، وبلشوا يشوهوا صوتهم عن الميتال، وخلتهم كلهم يفهموا نحن عبدة شيطان. لو كان المجتمع فاهم انه احنا مش لو كان فاهم المجتمع انها مجرد موسيقى ما كان صار هيك. طيب كيف ممكن نعرف الناس وموسيقى الميتل؟ اولا حاول على قد ما تقدر تترجم، اذا انت مثلا عندك امكانيه الترجمه حاول ترجم
اغاني الميتل اللي كلامها نوعا ما خلينا نحكي هادية، اغاني الميتل المسيحي بتعرفوا ما ذول اللي بكونوا يغنوا ضرب وكذا، حاولوا تهاجموهم، حاولوا اكتبوا اغاني الفاق، هاي شيء مفيد جدا. انا مثلا حاولت كشادي اتهاجم بعض اغاني فاق توفنت لاند وتفضل هاي شويه من شغلي وبعض مقولاتهم وانشرهم عندي على صفحتي على الفيس، لقيت انه في تفاعل جيد على الفاقة بعيد عن موقفهم السياسي ما لناش دخل، بس انا قصدي يعني انه تفهمين الفكره يعني. فاحنا لازم هاي اول خطوه انك تستعمل السوشيال ميديا عشان تنشر بعض الافكار الجيده عن موسيقى الميتل، هاي خطوه كويسه وصارت صار شوي. الخطوه الثانيه زي ما قلنا ترجمت الاغاني، حاول نقي مثلا فاقه اللي تحبب الناس. انا مثلا شخصيا جربت اسمع فاقه ماث لبعض الناس وكانت نتيجه كويسه، كان الناس يتفاعلوا عن جد مع فاقه ماث وكانوا يحبوا الميتل عن طريقهم، ففكره كويسه برضه انك تحاول تشوف شو الانسان بيحب. اذا كان بيحب الدين فسمعه مثل مسيحي، اذا كان مثلا بيحب شيء معين خليه يسمعه بالمثل. والمثل عندنا متنوع، في اغاني عن الميثولوجيا، في اغاني عن الشر، في اغاني عن الخير، في هذا في كل شيء. اخر نقطه، حاول تقبل انه في ناس لحد هسه مش فاهمين شو هو المثل، يعني اذا جلطوك وحاول تضل يحكولك عبد الشياطين عبد الشياطين، حاول على قد ما تقدر فهمهم شو هو المعنى المثل. بعرف الموضوع متعب وانت يمكن تحكي يا عمي انا كبه مخي ليش اغلب حالي، زي ما قلت لك حفلات اواعي كذا احنا المستفيدين، ممكن حتى تشوف المغني اللي بتحبه هون بلدك شيء جدا حلو. فلازم نتعامل شوي ونحاول نكون هادين ونحاول نفهم انا مش عبدة الشيطان، ونحاول على قد ما بقدر، وحاول على قد ما تقدر ابعدوا عن الاشياء اللي بتخوف شوي على المثل. حاول تاجم الاغاني الهادية، مش الهادي يعني قصدي الاغاني اللي بتكون في لها معنى، زي مثلا اغنية تشيلدرن تعيد اوفنت لاند اللي بتحكي عن الحرب السورية، اغاني هاي اللي فاهمين عليه كيف. لازم عن جد نحاول نعمل اشي لمجتمع الميتل هيد العربي. وانا اسف على الفيديو الملخوم هذا، لكن انا مش نايم طول الليل، بس حبيت اسجل هذا الفيديو عشان ما انساش. وسلام.